السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، اهلا بيكم مرة تانية مع حل ملاحق كتاب المعاصر، وهو مديني 3 ملاحق ان شاء الله في الحلقات دي هنحلهم كلهم وهنبدأ ب اويك ذا ناف. بس قبل ما نبدأ، لو ما كنتش مشترك في القناة يلا اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. تعالوا شكل ما قلنا نبتدي بالملحق الاول وهو اويك ذا ناف. طبعا في البداية مديني مراجعة كده على كل الوحدات بنوعية الاسئلة مختلفة، سواء الديالوج او التشوز او تصحيح الاخطاء. تعالوا يلا نبتدي بالسؤال الاول، وده سؤال المحادثة، ومديني محادثة كده مراجعة على كل وحدة من الوحدات. فصفحة 5 مديني محادثة على الوحدة الاولى، بقول complete the following dialogue. Sammy is booking a train ticket to Alexandria. بقول ان سامي بيحجز تذكرة قطر حبيبي لإسكندرية. وطبعا احنا قلنا مهم جدا لما اجي احل سؤال المحادثة ان انا اقرأ رأس السؤال كويس جدا، بالاضافة الى ان انا لازم اقرأ المحادثة كلها واشوف المحادثة دي في زمن ايه، او الزمن بتاعها ماشي عامل ازاي، وتركيب السؤال اللي هو مديهولي برضو كان عامل ازاي. لان قلت بيبقى فيه اجابات انا محتاجها بلاقيها في رأس السؤال، او اجابات انا محتاج معلومات عنها فبلاقيها في اخر الديالوج. فبالتالي لازم اقرأ الديالوج كله كويس جدا قبل ما حل المحادثة. شكل ما قلنا سامي is booking a train ticket to Alexandria. يبقى انا عرفت من رأس السؤال ان سامي بيحجز تذكرة قطر لإسكندرية. التيكت اوفيسر بيقول له good evening how can I help you، فرد عليه وقال له how much is it، فرد عليه، فلما سأله سؤال قال له the train to Alexandria is at 9:30، فسأله سؤال قال له the journey takes 3 hours، فبيقول له which platform does the train leave from، فرد عليه فقال له thank you very much. تعالوا حبيبي بقى نجيبها تاني من الاول. التيكت اوفيسر بيقول له good evening how can I help you، ازاي اقدر اساعدك. فطبعا احنا عرفنا من رأس السؤال ان هو عايز تذكرة لإسكندرية، فاكيد هيقول له I want a train ticket to Alex، وده جبناه من رأس السؤال. يبقى هقول له انا عايز تذكرة قطر لإسكندرية، او بدل ما اقول I want اقول حبايبي I'd like، I'd like هي نفس الكلام يعني انا اريد، واقول I'd like to book، to book حبيبي يعني انا اريد ان احجز، واكمل عادي خالص a train ticket يعني تذكرة قطر لإسكندرية. فبقول له how much is it، هو لسه بيسأل، بقول له يا ترى كم ثمنها، هقول له مثلا it's 20 pounds يعني بعشرين جنيه، تاني it's 20 pounds. فسأل سؤال سامي قال له the train to Alexandria is at 9:30، طبعا هنا بيسأل عن الوقت، فأكيد هقول له what time، تاني حبايبي what time. لما اجي اشوف فين الفعل المساعد بتاعي هلاقيه is، فاذا هقول what time is the train to Alex، يعني امتى ميعاد القطر لإسكندرية، فقال له the train to Alexandria is at 9:30. فسأله سؤال سامي قال له the journey takes 3 hours، هنا بيسأل بقى عن المدة اللي بتستغرقها الرحلة، فطبعا بسأل عن المدة حبايبي بكلمة how long، how long يعني ما طول المدة. طيب takes هنا الفعل فيه اس حبايبي، يبقى الفعل المساعد بتاعي اكيد does، لان اداة الاستفهام بيجي وراها فعل مساعد، وبعدين اجيب الفعل بتاعي اللي هو the journey، يبقى how long does the journey، وطبعا لازم يرجع الفعل الاصله، فبالتالي هقول تيك. يبقى دي اداه الاستفهام، ادي الفعل المساعد، وادي الفعل، وادي الفعل الاساسي. تاني هاو لونج داز، ليه جبت داز حبايبي؟ عشان تيكس الفعل ده فيه اس، وجبت الفعل بتاع ذا جيرني، وبعدين رجعت فعل الاصل اللي هو تيك. فسامي بيقول له ويتش بلاتفورم داز ذا ترين ليف فروم، يا ترى من اي رصيف سيغادر القطار. طبعا حبايبي كلمه بلاتفورم يعني رصيف، فبقول له من اي رصيف سيغادر القطار. طبعا هنا مش مديني اي معلومة، فانا ممكن اكتب اي رصيف، فمثلا هقول له بلات فور فايف يعني رصيف نمرة 5، قال له thank you very much. تعالوا نشوف حبايبي يلا المحادثة في صفحة 6، ودي مثال على الوحدة التانية. بقول تامر is making a complaint، يعني تامر بيعمل شكوى، وقلنا حبايبي كلمة complaint بتاخد الفعل make، make a complaint يعني بيقدم شكوى. فالشوب اسيستنت بيقول له good morning can I help you،
ممكن اساعدك والله. احنا قلنا حبايبي لما حد يقول لي كان هيلب يو، يعني ممكن اساعدك، بالذات لو انا رايح اشتري منه حاجه ما ينفعش اقول له يس واسكت، لا لازم اكمل واقول له انا عايز ايه. فهنا تامر رد عليه، وبعد ما رد قال له اي وونت تو ميت ذا مانجر، يبقى هقول له اكيد شور. يعني ايه شور؟ اكيد، او يس بليز، نعم من فضلك. I want to meet the manager. طبعا فسأله سؤال قال له I want to make a complaint. فطبعا هنا بقى اكيد هيقول له why، يعني لماذا. ممكن يقول له what's wrong، يعني ما الامر. ممكن يقول له what's the matter، يعني ما الامر. ممكن يقول له what's the problem، المشكلة. فقال له I want to make a complaint، والله انا عايز اقدم شكوى. طبعا هنا حبايبي بقى ممكن يسأل اسئلة كتير، يعني ممكن يقول what is it، يعني ما هي هذه الشكوى. خلاص ممكن يقول له what's your problem، يعني ما هي مشكلتك. ممكن يقول له تاني what's the matter، يعني ما الامر. ممكن يقول له why، لماذا. قال له I bought a mobile yesterday but it didn't work. بقول له والله انا اشتريت موبايل امبارح بس ما اشتغلش. فبقول له can you give me your name، ممكن تديني اسمك والله. فاكيد هيرد عليه، هيقول له sure مثلا بالتأكيد، وبعدين يقول له اسمه I am تامر، واجيب اي اسم معاه مثلا تامر احمد، يعني انا اسمي تامر احمد. قال له I'm sorry to hear that، I'll check your mobile now، Can you give me 30 minutes؟ أكيد هقول له أوكي أوكي حبيبي، يعني وهو كذلك. تعال نشوف حبيبي يلا المحادثة اللي مديها لي في بيج 8 في صفحة 8. بقول له complete the following dialogue. محمد and عبد الله are talking about their communities. طبعا محمد وعبد الله بيتكلموا عن المجتمعات بتاعتهم. فمحمد بيقول له you always talk about your community very well. قال له والله أنت بتتكلم دايما عن المجتمع بتاعك بشكل جيد جدا. فعبد الله قال له yes I like mine، بصراحة أنا بحب my community، يعني مجتمع جدا. what about you، يعني ماذا عنك. قال له I live in a great community. قال له والله أنا بعيش في مجتمع عظيم. قال له great. فلما سأله سؤال قال له because واداله سبب، فرد عليه قال له sports activities، وطبعا مدين exclamation mark معناه أنه قال الكلام ده فوق. فقال له there are local facilities for people of all ages، Are there clubs and parks؟ فرد عليه قال له what about yours؟ فرد عليه عبد الله. تعالوا بقى نرجع تاني، بقول له I live in a great community، يعني أنا عايش في مجتمع عظيم. فقال له great. طبعا ممكن يقول له why do you think so؟ يعني why do you think so؟ لماذا تعتقد ذلك. تاني why do you think so؟ or why do you think، يعني ممكن أقف هنا وأقول it's a great community، يعني ليه انت بتعتقد ان هو مجتمع عظيم. فاكيد هيقول له لان فيه انشطة رياضية كتير. يبقى هقول because it has a lot of sports activities، يعني لانه فيه نشاطات رياضية كتير. فقال له sports activities، وسأله سؤال قال له there are local facilities for people of all ages. اكيد هيقول له ماذا ايضا، يعني ايه ماذا ايضا حبايبي. what else، يعني في ايه كمان. قال له there are local facilities for people of all ages. فعبد الله بيقول له are there clubs and parks، يعني هل في نوادي وحدائق. اكيد هقول له of course، of course حبايبي يعني بالطبع، or yes of course، or sure، sure حبايبي يعني بالتأكيد، or certainly، certainly برضو حبيبي معناها بالتأكيد. طيب فقال له what about yours، ماذا عن مجتمعك. اكيد هقول له احنا عندنا برضو كثير من المرافق المحلية. يبقى اكيد هقول له we have a lot of local facilities too، يعني اكيد احنا عندنا كمان كثير من المرافق المحلية. تعالوا نشوف حبايبي يلا المحادثة اللي مديها لي على الوحدة الرابعة في page 9. بقول لي عاطف is talking to his friend شاكر about his experience. بقول لي عاطف بيتكلم مع صديقه شاكر عن التجربة أو الخبرة بتاعته. فعاطف بقول لي hello شاكر can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة. فطبعا شاكر قال له hello عاطف. فعاطف سأله فأكيد هو سمح لي، فأكيد هقول sure، يعني بالتأكيد okay، وهو كذلك here you are، تفضل. I'm listening، أنا أسمع. فقال له have you ever moved to another city، يعني هل سبق لك الانتقال لمدينة أخرى.
اكيد طبعا هو جاوب عليه بعد كده وقال له I moved to Port Said، فاكيد هو جاوب yes مش بنو، فاكيد هقول له yes I have، نعم. فسأله سؤال قال له I moved to Port Said، فاكيد هو قال له انت اتنقلت فين او لأي مدينة انت اتنقلت، فاكيد هقول له which city. طبعا هنا move ده حبايبي في زمن الماضي، يبقى الفعل المساعد بتاعي did و I بتتحول ل you، يبقى which city did you move to، يعني اي مدينة انت اتنقلت فيها. ممكن عادي خالص اسأل بكلمة where، يعني where حبايبي اين. طيب فسأله سؤال تاني قال له I stayed there for 5 years، والله انا قعدت هناك لمدة 5 سنين، فاكيد هنا بيسأل عن المدة الزمنية. طب المدة الزمنية بسأل عنها مين حبايبي؟ هتقول لي how long يا مستر. طب how long طبعا stayed في الماضي، يبقى هجيب مين؟ هتقول لي هجيب did، يبقى how long did، وبعدين I هتتحول ل you. طب ورجع فعل المصدر يبقى stay، يبقى how long did you stay there، يعني قعدت هناك لمدة قد ايه. فبقول له did you enjoy your stay there، هل انت استمتعت بإقامتك هناك؟ اكيد هقول له yes of course، يعني نعم بالطبع. تعال احبابي يلا على المحادثة اللي مديها لي على يونت 5، ودي في بيج 10 في صفحة 10. بقول خالد اند عادل ار توكينج اباوت سبورتس تورنمنتس، بيتكلموا عن الدورات الرياضية. فخالد بيكلم عادل بيقول له جود ايفنينج عادل هاو ار يو، كيف حالك؟ فقال له جود ايفنينج خالد، اكيد هيرد ويقول له ام فاين، ام فاين يعني انا بخير. قال له وات واز ذا لاست سبورتس تورنمنت يو واتشد اون تي في، يعني ما هي اخر دوره رياضيه اتفرجت عليها في التلفزيون. فلما رد عليه حبايبي قال له ذا اولمبيك جيمز، طبعا هنا مديني اكسكليميشن مارك، فاكيد هو قال له نفس الكلام ده فوق، فهقول له ذا اولمبيك games، يعني الالعاب الاولمبيه. قال له the Olympic games، وساله سؤال قال له it was in Tokyo، اكيد يبقى بيسال عن المكان، والمكان حبايبي بسال عنه بكلمه where، فعل مساعد بتاعي was، طب والفعل بتاعي it يبقى where was it، يعني اين كانت. فقال له it was in Tokyo. فساله سؤال قال له the USA won 39 gold medals، طبعا هنا حبايبي ممكن اسأل سؤال عادي خالص واقول مين اللي طلع الاول، او مين اللي كان الاول، او مين الدولة اللي كانت الاولى، يعني ممكن اقول which country، يعني اي دولة came first، يعني مين الدولة اللي طلعت الاولى. ممكن اسأل سؤال عادي خالص واقول كم عدد الميداليات اللي الولايات المتحدة كسبتها، يعني ممكن اسأل حبايبي how many، وانا بيجي وراها اسم جامع يبقى how many medals. طب الفعل المساعد بتاعي هيكون did، ليه حبايبي؟ عشان one في زمن الماضي. الفعل بتاعي the USA، يعني الولايات المتحدة الامريكية، ورجع الفعل بتاعي الاصله يبقى when، يبقى how many medals did the USA win. تاني how many medals did the USA win، or which country came first، اي دولة طلعت الاولى. قالوا the USA won 39 gold medals. did you enjoy it، اكيد هقول له yes I did. طبعا بعد ما جاوب yes حبايبي ببدل you بتتحول ل I فتبقى yes I did. تعالوا نشوف حبايبي يلا في صفحة 12 المحادثة اللي مديها لي على الوحدة السادسة. واللي فادي اند اشرف ار توكينج اباوت اونلاين شوبينج، يعني فادي واشرف بيتكلموا عن التسوق عبر الانترنت. ففادي بيقول له هلو وات ار يو دوينج اشرف، يا دار انت بتعمل ايه اشرف؟ قال له هلو فادي ورد عليه. فساله سؤال قال له ام اوردرينج ا سمارت كمبيوتر اونلاين، يعني انا بطلب كمبيوتر ذكي على الانترنت. فساله سؤال قال له بيكوز اتس ايزير تو باي وات اي نيد، لانه سهل ان انا اشتري اللي انا محتاجه. do they deliver it on time، هل هم بيسلموه في الميعاد؟ فرد عليه قال له how long does it take، طب يا ترى بياخد قد ايه؟ فرد عليه رد، يبقى الكلام بسيط خالص حبايبي. بقول له hello what are you doing اشرف، قال له hello فادي، اكيد هقول له انا بتسوق على الانترنت، فاكيد هقول له I'm shopping online، يعني انا بتسوق عبر الانترنت. فسأله سؤال قال له I'm ordering a smart computer online. طبعا حبايبي هنا ممكن يسأله why، لماذا، وممكن يقول له حبايبي what، وايام بتطلع are you،
فقول what are you ordering، يعني بتطلب ايه. تاني what are you ordering، يعني بتطلب ايه. فقال له انا بطلب كمبيوتر على الانترنت. فسأل سؤال قال له because it's easier to buy what I need. طبعا هنا ممكن يسأله ويقول له ليه انت بتفضل التسوق عبر الانترنت، فأكيد هقول له why do you prefer، يعني ليه انت بتفضل shopping online، يعني ليه انت بتفضل التسوق عبر الانترنت. فقال له because it's easier to buy what I need. قال له do they deliver it on time، اكيد هقول له yes of course، يعني نعم بالطبع. how long does it take، يا ترى بياخد قد ايه. طبعا هنا بجيب له اي مدة حبيبي، يعني ممكن اقول مثلا about 4 days، يعني حوالي 4 ايام، or about a week، حوالي اسبوع. طبعا اجيب about هنا عشان ما بيبقاش الميعاد بالدقة اللازمة، يعني ممكن اقول about 4 days، about a week، about 2 days، على حسب اللي انت بتقوله. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال التاني اللي هو بيجيبه لي في ورقة الامتحان، وده بيبقى عبارة عن جدول مديني فيه بعض الكلمات وبيقول لي املأ الفراغات تحت بالكلمات دي. وخلي بالكوا حبايبي شكل ما قلنا ان هو بيبقى كده، بس بيبقى مديني فيه قاعدة، يعني لازم لا يخلو من قاعدة. عندنا كلمة help يساعد، عندنا كلمة look يعني ينظر، looking verb ing. طالما شفتها بالمنظر ده حبيبي يبقى اكيد هنا لازم اركز شوية. عندنا كلمة children يعني اطفال، spare يعني فاضي، عندنا كلمة busy يعني مشغول. بقول my friend and I are a for some voluntary work. طبعا هنا اكيد حبيبي بنبحث عن عمل تطوعي، فاقول are looking. طبعا هنا حبيبي ما ينفعش اقول look، ليه؟ لان ام واز ار بيجي وراها فيرب اي ان جي في المعلوم وتصريف ثالث في المجهول. فبقول وي وانت تو ايه elderly people، طبعا احنا عايزين نعمل ايه في الناس الكبار، اكيد نساعدهم، يبقى help، يبقى want to help elderly people، عايزين نساعد الناس الكبار في السن. وي بوث لايك ليتل اي، يعني احنا الاثنين بنحب مين، الصغيرين اكيد. طبعا مين هنا اللي هيبقوا صغيرين؟ يبقى ليتل تشيلدرن، يعني الاطفال الصغار. We read a lot in our A time. طبعا احنا بنقرأ في وقتنا الايه الفاضي اللي هو وقت الفراغ، يبقى our free time or spare time. طبعا هنا مديني كلمة spare time حبيبي اللي هو وقت الفراغ. But we want to do something useful. بس احنا عايزين نعمل شيء مفيد. تعالوا نشوف حبايبي بيج 13 صفحة 13. عندنا concerts معنى حفلات موسيقية. عندنا كلمة start يعني يبدأ. عندنا كلمة started بدأ. يبقى خلي بالك القاعدة هنا هي university يعني جامعة، وعندنا كلمة meetings يعني مقابلات، وعندنا كلمة manager يعني مدير. بقولي علي got his job after he finished A. طبعا علي حصل الوظيفة بعد ما خلص ايه، هتقولي بعد ما خلص الجامعة، يبقى university. He is working for an electronics factory 4 years ago. طبعا حبيبي اجو من علامات الماضي، فما ينفعش اجيب starts، لازم اجيب started، يعني هو بدأ العمل في مصنع الإلكترونيات من 4 سنين. He has been the A of the factory since 2011. وكان إيه المصنع منذ 2011، أكيد وكان المدير، يبقى manager. manager حبيبي بمعنى مدير. علي has A with people from different factories every day. طبعا علي كان عنده اجتماعات، يبقى has meetings يعني عنده اجتماعات مع ناس من مصانع تانية كل يوم. تعال نشوف نمبر 3. عندنا library يعني مكتبة، عندنا aquarium حبيبي يعني متحف أحياء مائية، on in bank يعني بنك أو ضفة نهر، monuments يعني أثر. بقول there are many places to visit in my city if you are interested in plants. طبعا عارفين ان interested حبيبي بتاخد حرف الجر ان، يبقى if you are interested in plants you can visit the botanical garden يعني حديقة النباتات. To see animals you can visit the طبعا حبيبي عشان تشوف حيوانات بحرية بأكيد حزور the aquarium. aquarium حبيبي اللي هو متحف الأحياء المائية. بقول there is a way to get some money if you want. أكيد مين اللي هيبقى فيه فلوس؟ bank. bank هنا معناها البنك. For me I like reading so I visit the public A. طبعا أنا بحب القراءة فحزور إيه العامة؟ أكيد library. library حبيبي اللي هي المكتبة العامة. تعال نشوف حبايبي نمبر 4. عندنا ات، عندنا ليفز بمعنى يغادر، عندنا تيكت يعني تذكره، عندنا باي بواسطه، بلاتفورم يعني رصيف، وباج يعني حقيبه.
بيقول my father goes to work early every morning. بابا بيروح الشغل بدري كل صباح. He likes going in metro. طبعا حبايبي الوسيلة هجيب قبلها buy. First he buys a. طبعا في الأول أكيد بيشتري تذكرة, والتذكرة حبايبي اسمها ticket. Then he goes to the A and waits for the first metro train. طبعا أكيد بيروح الرصيف. الرصيف حبايبي اللي هو platform. And waits وبينتظر for the first metro train. أول مترو. It A at 6:30. أكيد ده بيغادر, وبيغادر حبايبي اسمها leaves. تعال نشوف number 5. عندنا machine يعني ماكينة. On على beautiful جميل. Kettle بمعنى غلاية شاي. Microwave بمعنى microwave. وfrom بمعنى من. بقول last Friday I went shopping with my mother. I saw many things. أكيد طبعا أنا شفت حاجات كتير جميلة. يبقى many beautiful. Beautiful حبيبي بمعنى جميل. I saw a nice A to boil water. طبعا هغلي المية في إيه؟ أكيد هتقولي في كتل اللي هي غلاية شاي. Also there was a coffee. أكيد coffee machine. يعني ماكينة صناعة القهوة. To make many hot drinks with. My mother bought a toaster. A special offer. طبعا في عرض اسمها on a special offer. تعال حبيبي يلا مديني نموذج على السؤال الثالث, وده بيبقى سؤال القطاع. بقول read the following then answer the questions. بقول it was a rainy day in January. كان يوم ممطر في شهر يناير. The farmers were in their fields. الفلاحين كانوا في الحقول. A boy ran toward them shouting for help. ولد جري وبيطلب المساعدة. He told them that the river was coming up and they were in danger. قال لهم ان النهر coming up حبيبي بمعنى يفيد. تاني coming up معنى يفيد. قال لهم ان النهر ده هيفيد. Were in danger وهم حبيبي في خطر. كلمة in danger معناها في خطر. They didn't believe him because he was just a little boy. طبعا ما صدقوش لانه كان طفل صغير. An hour later بعدها بساعة. The high water in the river came over the land. طبعا غطت الارض. The farmers now knew that the boy's words were true. عرفوا دلوقتي ان الولد ما كانش بيكذب وكان كلامه صحيح. They tried to save their fields and houses. حاولوا ينقذوا بيوتهم وحقولهم. But they couldn't control the water of the river. ما قدروش يتحكموا في مية النهر. They had to run away. اضطروا طبعا انهم يهربوا. They were very sad because they lost both their crops and houses. كانوا حزنانين جدا لانهم فقدوا المحاصيل وفقدوا البيوت. In the afternoon يعني بعد الظهر, some engineers came with a number of machines and dug a canal from the river. وحفروا قناة من النهر. Some machines were also used to pump the water out of the villages. طبعا كانت بتضخ المياه من القرى إلى النهر. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الأول number 1. بقولي the underlined word they refers to. بقولي كلمة they دي حبايبي عايدة على مين. طبعا فوق بيقولي they were very sad. طبعا مين دول الف farmers. farmers اللي هم الفلاحين. the expression in danger. التعبير اللي هو in danger في خطر حبيبي means in a situation. situation حبيبي بمعنى موقف. فبقولي في خطر يعني in a situation. اكيد in a dangerous situation يعني في موقف خطير. طبعا number 3 بيقولي the boy was shouting for. طبعا الولد كان بيصرخ من اجل اكيد for help المساعدة. number 4 will give a suitable title for the basset. يعني ادي عنوان مناسب للقطاع. طبعا هنا حبايبي العنوان على حسب ما انت بتشوف. انا ممكن اقول a sad story. sad story طبعا يعني قصة حزينة. في ناس ممكن تقول a story يعني قصة of a little boy. قصة ولد صغير. تعال حبيبي number 5 بقولي summarize the passage in a few sentences. بقولي لخص كلمة summarize حبيبي معناها لخص. بقولي لخص القطعة دي كلها في عدد قليل من الجمل. طبعا هنا حبيبي انا ممكن اقول one day يعني في يوم من الايام. a little boy يعني ولد صغير. told the farmers يعني قال للفلاحين. that the Nile was coming up. قال لهم ان النهر سوف يفيض. they didn't believe him
يعني هم ما صدقوش. saw لذلك they lost their crops and houses، يعني فقدوا المحاصيل وكمان البيوت. تعالوا نشوف حبايبي، يلا نمبر 6 بيقولوا what do you think that the engineers used to pump the water out of the village. يا ترى المهندسين استخدموا ايه عشان يضخوا الميه او يطلعوا الميه من القرى؟ طبعا اكيد هقول they used machines. machines حبايبي بمعنى آلات أو ماكينات. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، واستنونا مع باقي حل ملاحق كتاب المعاصر بالكامل. شير لكل زميلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.